تبقى ترخم. فكل اللعيبه بتاعت نادي الزمالك اصحابي برضو عشان اصحاب بدري، فكانوا بيقولوا لي عيب عيب عيب، وبعدين كل شويه روح اشتكوا لبدري روح اشتكوا لبدري. فبدري كان بيلعب الناحيه الثانيه وانا بلعب الناحيه دي، فكوره فاول علينا، انا عامل فاول مع محمد صلاح، فجي انا خدت الكوره وماشي رخامه يعني بضيع وقت، فجي بدري من اخر الدنيا جاري علشان يضربني لكنه في البيت يعني، فانا سبت له الكوره وجريت يعني، لو كنت وقفت له وضربني وكان انطرد وانتهينا. لعبت كام سنه في النادي الاهلي؟ تسعة أربعة ناشئين وخمسة فريق أول. خمسة فريق أول، كان فريق أول بدايتك كان مين معاك في الفريق الأول؟ لا أنا جيل الكابتن محمود الخطيب يعني، أنا لحقت الكابتن محمود الخطيب يعني والكابتن مصطفى عبده، وأنا ده جيلي جيل الثمانينات. طب الأول كان في ماتش ودي كان سبب إنك تطلع الفريق الأول، الشباب قدام الفريق النجوم الفريق الأول. لا مش الشباب، هو مع فريق تاني؟ لا هي فرقة الاتحاد العباسية كانوا بيجوا يعملوا فترة إعداد. الاتحاد العباسية النادي الأهلي بيجي يعمل فترة إعداد كل سنة، فكان بيجيب الماتشات الأولانية خفيفة واخد بالك، فكان لحد النهارده من كده بالظبط المفروض يعني. فجابوا الاتحاد العباسية، الاتحاد العباسية جه ناقص فرويد، واحنا كنا متمرنين الصبح وعندنا تمرين بعد الظهر، فرقتي متمرنة الصبح وعندنا تمرين بعد الظهر. فهوب الكابتن مصطفى حسين قال للراجل خد شمس. يا كابتن انا لسه متمرن الصبح. قال لي يعني ما خلاص ما انت عندك تمرين بعد ساعه يعني خلاص اعتبره خلاص. المهم نزلت الماتش الاهلي بكامل نجوم. قول لي بقى فكرنا كده، هقول لك انا الاهلي كان بعيد عن العلامه احكي. بص الاهلي كان بكامل نجومه، واقف للاهلي كابتن احمد ناجي ربنا يديله الصحه، واقف الناحيه الثانيه اكرامي علشان اكرامي هيشيل، واقف عندنا واقف لنا الاتحاد العباسيه واقف لكم اكرامي عشان هيشيل الليله يعني. فبص كان بيلعب الكابتن حازم خالد وحسام البدري وكابتن فتحي مبروك والكابتن شطه والكابتن طاهر الشيخ مختار والكابتن محسن صالح خالد جدالله والكابتن مصطفى عبده والكابتن بيبو ويعني والكابتن شريف عبد المنعم، كابتن شريف عبد المنعم احسن باك ليف احسن وانجليف جه مصر والشرق الاوسط طبعا، ده مثلي الاعلى كان. فكل دول بيلعب بنلعب ضدهم وطبعا بنلعب وبنلعب اتحاد العباسيه ضد النادي الاهلي، والنادي الاهلي يشوف، وبعدين فاتحين بقى المدرج للجمهور كله كان بيتملي التش ده زمان على الاخر طبعا. في كل التمرين مش في الماتش بس، لا والتمرين كله. فعشان كده لعيب النادي الاهلي لازم يكون الكواليتي بتاعه حاجه تانية يعني يستحمل الضغط ده كله. فجينا بنلعب الشوط الاولاني الدنيا واقفه مع الاهلي وكرامي عمال يطلع وبيغيظ الخطيب ومصطفى عبده ومختار ويقول لهم لا مش هتجيبه لا مش هتجيبه لا مش هتجيبه. وبعدين في كام كره كده تجيلي، انا خدت كره بقى من نص الملعب، هم كلهم مهاجمين، خدت الكره من نص الملعب كل اللي قابلني عدي 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 هذا مرضوني يعني. لما اتطرفت بالظبط كده لغايه لما اتطرفت سنه ناحيه اليمين، وبعدين هعمل اوفر الطبيعي ان انا اعمل اوفر، فلقيت احمد الكابتن احمد ناجي ربنا يديله الصحه طالع عشان ياخد الاوفر العادي يعني، فقمت عاملها له بوش رجل خارجي عبال ما يراح هو دخل بيها هو والكره الجول. فده بقى الكابتن حسن حمدي كان المشرف العام ومدير الكوره عضو مجلس اداره مشرف عام وكان مدير الكوره، طبعا دخل خدني على طول وقال لي ما تتمرنش تحت الثاني خلاص خلاص طلعت. دي كانت بدايه وده موفق. اهم مبارياتك بقى برضه عشان بعد كده نروح بقى الفقره التحليليه بتاعتك، اهم مبارياتك مع النادي الاهلي في مباراتي مع النادي الاهلي في كان الترسانة، كان الترسانة طبعا كان بيبقى الثالث في الجدول على طول ايام ما كان بيلعب في الدرجه الاولى يعني، برضو بنلعب والدنيا واقفه والحمد لله ربنا كرمني وجبت جون جميل جدا موجود برضو هو هتلاقيه على انت لعبت من 1980 ل 89 مع النادي الاهلي وبعدين حققت مع النادي الاهلي 8 دوري 3 كاس 2 بطوله افريقيا. في افريقيا برضو من الحاجات انا في سنه من السنين اللي هي سنه 82 كنت انا اول بطوله اصغر اول بطوله مع كابتن مصطفى يونس لما شال بالظبط اللي شالها في الكوتوكو كنت انا اصغر لعيب في معنى يا كابتن مسيره شمس حامد كلاعب الاهلي من 89 من 80 ل 89 النصر العماني من 89 ل 90 الاسماعيلي من 90 ل 91 تمام كده. الاسماعيلي السنه اللي خدنا فيها الدوري اتحققت الدوري مع الاسماعيلي الدوري ما شاء الله ما هو سبعه في الاهلي والدوري في الاسماعيلي ما شاء الله يعني كاس مصر ثلاثه كاس مصر ثلاثه دوري مصر ثمانيه كاس مصر ثلاثه دوري ابطال افريقيا مرتين انجاز خلي بالك ايوه اللعيبه ما بيقعدوا كتير ما بيكملوش انت الجزيره الاماراتي بقى التدريب بقى الجزيره الاماراتي قعدت من 94 من 94 ل 2000 وفي الوحده الاماراتي طبعا الوحده والجزيره زي الاهلي والزمالك هنا من 2000 ل 2004 من 2000 ل 2004
وبعدين جيت جيت الاهلي الاول في القطاع من 2006 اول ما جيت لغايه 2008 تمام. 2009 رحت بني عبيد الحمد لله وربنا كرمني وصعدتهم، وبعدين رحت الشرقيه، وبعدين رحت الاخدود السعودي برضو صعدته، سافرت السعوديه وصعدت الاخدود السعودي صعدته الدرجه الاولى، وبعدين جيت خلاص كده خلاص جيت برضو جيت صعدت ميت الخولي عبد الله وبعدين برضو عملت الشغل ميت الخولي عبد الله وميت الخولي مؤمن جنب بعض بالظبط وصعدت والمنزله برضو عملت فيها شغل كويس جدا. الاسماعيلي سنه الاسماعيلي احكي لنا.